وكأن ليس هناك ما يكفي من متاعب في العالم حتى يشتعل صراع جديد بين دولتين عضوين في حلف شمال الأطلسي وهما تركيا واليونان. أزمة جديدة وخطيرة وتجر إليها دولا قريبة وبعيدة. وفي صراع العروش الجديد هذا يبدو أن الوحيدة التي تتمتع بنفوذ يمكنها من التوسط لتهدئة الأمور هي ألمانيا، وتأتي في قلب الأزمة على غرار الكثير من الخلافات الخطيرة في العالم الطاقة، وبالأخص حقول الغاز الطبيعي التي اكتشفت في شرقي المتوسط خلال العقد الماضي. وتتفاقم الاعتراضات الأوروبية على الممارسات العدوانية التركية وسلوكها غير القانوني، حيث قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: يجب على تركيا أن تتوقف عن استفزازاتها في منطقة شرق المتوسط. وطالبت تركيا بالتوقف عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه بشرق البحر المتوسط إذا أرادت تحقيق تقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. حلقة جديدة من الطاولة المستديرة، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. وللحديث عن موضوع حلقة الليلة يسعدني أن أرحب بضيوفي معي من أثينا الأستاذ وليد إلياس، صحفي مختص في الشؤون اليونانية وقضايا الشرق الأوسط، ومن باريس الأستاذ إيلي حاتم، باحث متخصص في العلاقات الدولية وعضو قيادي في الحركة الوطنية الفرنسية، ومن بيروت دكتورة هدى رزق، باحثة في علم الاجتماع السياسي ومتخصصة في الشأن التركي. ضيوفي الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الطاولة المستديرة. فضلا لا أمرا، نشاهد التقرير ومن ثم نعود لاستكمال حلقة الليلة. بات شرق المتوسط عنوانا عريضا وكبيرا ومثار قلق وخوف من حصول صدام عسكري مباشر بين دولتين. يبدو أن عقدة التاريخ بينهما ما زالت تلقي بظلالها على رسم مسار الأحداث. لم يكن الصراع التركي اليوناني القبرصي وليد الخلاف على ترسيم الحدود البحرية الذي أججه اكتشاف الغاز في المياه الاقتصادية للدول في شرق البحر الأبيض المتوسط، قبرص وإسرائيل. وما زالت المياه الاقتصادية السورية واللبنانية غير مستكشفة، فالصراع قديم وله أسباب مركبة ترتبت على الالتزامات السياسية والاجتماعية والجغرافية التي حددها مؤتمر باريس للسلام عام 1919 وتوقيع معاهدة فرساي بين الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى، في ضوء الهزيمة التي لحقت بالسلطنة العثمانية وقيام تركيا الحديثة بحدودها الحالية. ارتفعت حدة التوتر التركي اليوناني القبرصي، خصوصا مع قبرص التي تعاني من تقسيم البلاد إلى دولتين، جمهورية قبرص اليونانية وجمهورية شمال قبرص التي احتلتها تركيا بعد غزوها الأراضي القبرصية عام 1974. وتداخل مع ملفات تركية عالقة مع دول في الإقليم والعالم، مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين، على خلفية قضية الإخوان المسلمين، حيث تعمل هذه الدول على إنهاء ظاهرة الإسلام السياسي، في حين تحتضن تركيا جماعات إرهابية وتستضيف قيادات منها، ومع إسرائيل على خلفية دعم حماس، ومع فرنسا على خلفية تباين المواقف في سوريا وليبيا، ومع الولايات المتحدة على خلفية دعمها قوات سوريا الديمقراطية، ومع روسيا على خلفية التنافس في سوريا وليبيا أيضا. وانعكست الخلافات السياسية والتنافس الجيوسياسي في المواقف والأدوار، وتجلى ذلك بوضوح في الاجتماع الذي صادفته القاهرة في كانون الثاني 2019، وضم مصر وإسرائيل واليونان وقبرص والأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية مراقبتين، وتمخض عنه تشكيل منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة، وحظي بتشجيع مكتب موارد الطاقة ركيزة الطاقة في التحالف الاستراتيجي للشرق الأوسط ميسا، مشروع تقوده الولايات المتحدة لتعزيز الاستقرار الإقليمي. وانطوى المنتدى على قرار ضمني باستبعاد تركيا وعزلها، وفي وقوف فرنسا والولايات المتحدة ضد تركيا وتلويح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها. وكأن ليس هناك ما يكفي من متاعب في العالم حتى يشتعل صراع جديد بين دولتين عضوين في حلف الشمال الأطلسي الناتو، وهما تركيا واليونان. أزمة جديدة وخطيرة وتجر إليها دولا قريبة وبعيدة. وفي صراع العروش الجديد هذا يبدو أن الوحيدة التي تتمتع بنفوذ يمكنها من التوسط لتهدئة الأمور هي ألمانيا، وتأتي في قلب هذه الأزمة على غرار الكثير من الخلافات الخطيرة في العالم الطاقة، وبالأخص حقول الغاز الطبيعي التي اكتشفت في شرق المتوسط خلال العقد الماضي. وتتفاقم اعتراضات الدول الأوروبية على الممارسات العدوانية التركية وسلوكها غير القانوني، حيث قال وزير الخارجية الألماني: يجب على تركيا أن تتوقف عن استفزازاتها في منطقة شرق المتوسط. وطالب تركيا بالتوقف عن التنقيب عن الموارد الطبيعية في المياه بشرق البحر المتوسط إذا أرادت تحقيق تقدم في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي. لكن الموقف الأكثر جرأة هو الموقف الأمريكي،
ففي خضم التوتر البحري الذي تشهده منطقة الشرق المتوسط، ألقت الولايات المتحدة الأمريكية حجرا ثقيلا على قلب أردوغان وداعميه، يصب في صالح جمهورية قبرص ويسهم في إحداث نوع من التوازن الإقليمي لصالح القبارصة واليونانيين في صراعهم مع الأتراك الذين يواصلون تصريحات العداء والتهديدات، فضلا عن التحركات المريبة في المنطقة، علاوة على التدخلات غير المرحب بها إقليميا ودوليا والتي تسببت في تفاقم الفوضى والإرهاب مؤخرا. وبين الإجراءات الأوروبية والخطوة الأمريكية، هل تكون ردعا ودعما للتوازن في شرق المتوسط؟ دكتورة هدى، لو أبدأ سؤال حلقة الليلة من لدنك، حقيقة يعني المشهد بين تركيا واليونان، هل نستطيع القول بأنه انتهى من مرحلة عض الأصابع بين الدولتين إلى مرحلة دق الطبول بقوة وقوة شديدة، طبول الحرب تقرع الآن؟ يعني لا أستطيع أن أقول بأن هناك دق أساطير الحروب، لأنه اليوم يعني المسألة ليست فقط بين تركيا وبين اليونان، إنما هناك الاتحاد الأوروبي وهناك الولايات المتحدة الأمريكية. فلذلك اليوم هناك مجموعة الدول، هناك قوى دولية. لذلك أعتقد بأنه أردوغان حاول يقول بأنه يجب علينا أن ننتظر، ويجب علينا أن نقوم بمحادثات مع اليونانيين. أعتقد بأنه اليونان يعني قوية شوكتها اليوم بوجود هذه الدول جميعها، ولكن يمكن القول أيضا بأنه هذه القوة التي تمتعت بها اليوم اليونان هي ليست وليدة قوتها الذاتية، إنما هي وليدة قوة الاتحاد الأوروبي. طيب خلينا نفهم معادلة أستاذ إيلي حاتم، حقيقة يعني دولتان عدوان في الناتو الآن. خليني بداية أسألك عن الموقف الفرنسي، هل نجح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بوضع خطوط حمر حقيقية ستردع أردوغان في ظل هذا التحرك الأوروبي أستاذ إيلي؟ نعم، يحاول الرئيس ماكرون التدخل في هذه القضية، لكن هناك مشكلة يواجهها ليس فقط داخل حلف الأطلسي، ولكن أيضا مع الأعضاء الأوروبيين الآخرين في الاتحاد الأوروبي الذين لا يشاركونه وجهة نظره بالنسبة إلى المشاكل والاستفزازات التي تقوم فيها تركيا، وخاصة ألمانيا مثلا. لماذا ألمانيا؟ لأنها لديها مشكلة داخلية استنادا إلى الجالية التركية الكبيرة التي هي متواجدة في ألمانيا، ولذلك لا تسمح أن لنفسها ألمانيا أن تتخذ سياسة أو إجراءات ربما تؤدي إلى مشاكل داخلية على أراضيها، وهذا ما يشكل الصعوبة التي يواجهها الرئيس الحالي ماكرون في مواجهة هذه القضية. ومن ناحية ثانية أيضا نعرف أن هناك خلاف اليوم بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ليس فقط في هذا الملف ولكن في شؤون سياسية أخرى. أعطيك مثلا، عندما كانت هناك جلسة منذ أسبوعين في الأمم المتحدة حول إعادة النظر أو إعادة الأخذ بالعقوبات ضد إيران، فلم تتخذ فرنسا الموقف الأمريكي ولكنها امتنعت عن التصويت لذلك، وهذا ما يعبر أيضا عن هذه الخلافات بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا هذا ما يترجم بهذه الصعوبة التي يواجهها الرئيس الفرنسي ماكرون في التعاطي في القضية مع تركيا في شرق البحر المتوسط. دكتورة هدى، يعني السؤال الكبير والذي يطرح نفسه بقوة حقيقة باحثا عن إجابة، وكون حضرتك مختصة بالشأن التركي، على ماذا تبحث تركيا في ظل كل هذه الممارسات؟ يعني ماذا تسعى تركيا؟ هل تسعى إلى فرض أمر واقع جديد وبالتالي تتخلص تدريجيا من معاهدتي لوزان وسيفر، أم ماذا؟ يعني نحن نعلم بأن تركيا اليوم تقول بأن معاهدتي سيفر ومعاهدة لوزان قد ظلمت تركيا، وهي ترى بأنه إن كان هناك إعادة رسم لخرائط الشرق الأوسط وبالتحديد بداية، يعني اليوم نرى في المتوسط، نرى الاتحاد الأوروبي في المتوسط
ونراه أيضا يلتزم هذا المتوسط، ليس فقط على صعيد الغاز، على صعيد الاقتصادي، على صعيد التنموي، وعلى صعيد السياسي، وعلى صعيد الثقافي. لذلك اليوم تركيا ترى نفسها معزولة، وترى بأنها كانت تراهن على قبرص التركية، وتراهن على إعطاء قبرص التركية حصتها، لكن يبدو بأنه يعني قبرص اليونانية أبت أن يكون هناك توافق، وأبت أن يكون هناك حصة فعلية لقبرص التركية. لذلك رأت تركيا أن عليها أن تقول بأن لها حصة في غاز المتوسط، وأنها صحيح أنها لم توقع على اتفاقية البحار، لأن لديها مشكلة أساسية منذ اتفاقية فرساي، ومنذ لوزان، ومنذ سابر لديها مشكلة. هذه المشكلة هي أنها ترى بأنه يعني جرى إعطاء اليونان الجزر التي هي أقرب إلى تركيا من قربها إلى اليونان. لذلك تقول بأنه هي لديها يعني جرى ظلمها، وهي مظلومة لأن موقعها على المتوسط جرى هضمه من قبل هاتين يعني الاتفاقيتين من جهة، ومن جهة أخرى من قبل قبرص التي ترفض إعطاء تركيا حصة قبرص التركية. لذلك اليوم تركيا تحاول منذ، وليس منذ اليوم، إنها تحاول منذ سنة ونصف تقريبا أن يعني أن تنقب على الغاز، وأن وهي تعلم تماما بأنها تتحدى الاتحاد الأوروبي، وهي تتحدى أيضا تقسيم الولايات المتحدة الأمريكية وعملها من أجل أن يكون هناك منتدى للغاز بين إسرائيل وبين قبرص وبين اليونان وبين مصر، لكي يتم إرسال الغاز عبر اليونان إلى أوروبا، وذلك لضرب يعني المصالح الروسية في مسألة استيراد يعني توريد الغاز، تصدير الغاز إلى أوروبا. ذلك اليوم أعتقد بأن رجب طيب أردوغان يتحدى الجميع، هو يتحدى الجميع ويقول أن له حصة، وهو في حلف الناتو، وهو عضو في حلف الناتو. يونان كمان حلف الناتو دكتورة هدى. وهو يقول بأنه إما أن يكون معتبرا وله قوة وله مصالح في حلف الناتو، أو أنه فليكن خارج هذا. نعم أستاذ إيلي، يعني هذه النقطة في غاية الأهمية، يعني ليس فقط تركيا في حلف الناتو، أيضا اليونان هي عضو في الناتو، يعني كيف يفهم هذا التحدي من قبل رجب أردوغان، هذه الممارسات العدوانية لدرجة بأنه أصدر أوامر بإغراق سفينة يونانية والجنرالات الأتراك رفضوا تنفيذ هذا الأمر، كيف يفهم هذا أستاذ إيلي؟ بصراحة نحن نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تدعم تركيا، وحتى لو لم تفعله بصورة رسمية فهي تفعله بصورة ضمنية، وهذه المعطيات تغيرت منذ شهر أيلول السابق، أي عندما ذهب السيد أردوغان أو الرئيس أردوغان توجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية واجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، فتغيرت كل هذه السياسة. ويجب أيضا أن نتذكر، وهنا أريد ربما تصحيح صغير لما قالته الدكتورة هدى عندما تتكلم مثلا عن قبرص اليونانية وقبرص التركية، فليست هناك قبرص يونانية وليست هناك قبرص تركية، هناك دولة قبرص. ولقد قامت تركيا في 1974 باحتلال منطقة أو جزء من هذه الجزيرة، أي شمال قبرص، احتلتها تركيا، ولم تحترم تركيا حتى اليوم كل قرارات الأمم المتحدة التي تطالب منها الخروج من الأراضي القبرصية. وربما يجب تذكير للمشاهدين ما حصل في 1974، هناك انقلاب حصل من قبل بعض الضباط
المتعلقين بتركيا الذين ساعدوا السيد نيكوس سامسون في قبرص لكي ينقلب على الرئيس مونسنيور ماكاريوس، أي الأسقف ماكاريوس الذي كان هو رئيس الجمهورية، وهذا حصل في شهر تموز 1974. ولكن بعد أن فشل هذا الانقلاب واستنادا إلى حتى الدستور أو المعاهدة التي هي تتعلق بالدستور القبرصي، فكان يجب على تركيا أن تخرج من الأراضي القبرصية، ولكنها عادت لتقوم بحملة أخرى في شهر أغسطس أي آب 1974، واحتلت منذ ذلك الحين هذه القطعة الشمالية من قبرص. ولكن قبرص هي دولة مستقلة مؤلفة من طائفتين، الطائفة الأرثوذكسية والطائفة المسلمة التركية، ولكن هناك استقلالية تامة لقبرص، فهي دولة لديها لها حكومة، لها رئيس جمهورية، لها اعتراف في الأمم المتحدة، وتركيا لا تستطيع وليس لها الحق بأن تقول أن هذه القطعة أنها هي قطعة تركية. وكذلك الاستفزازات التي يقوم بها السيد أردوغان يذكرني بما حصل في 1974. نعم أستاذ إلي. المتحدة الأمريكية الأتراك إلى أن يقوم بهذه القضية. يعني هنا المفارقة الآن في مسألة رفع حظر السلاح على قبرص، سنناقشها بالبرمجة الجاية مثل ما بيقولوا، بالدور اللي عندك مرة أخرى. أستاذ وليد إلياس ضيفي من أثينا، أهلا ومرحبا بك، بات جاهز معنا. بدي أسألك بشكل صريح الآن، الأجواء في أثينا في اليونان، هل سيكون هناك حرب؟ جزيرة ميس اليونانية هل هي من ستشعل الحرب بين تركيا واليونان أم ماذا أستاذ وليد؟ مساء الخير من أثينا. أولا اسم الجزيرة باللغة اليونانية هي كاستولوريزو وليس ميس كما يدعي النظام التركي وأتباعه. مساء الأنوار. وهذه الجزيرة شكرا للتصحيح. أكثر من 450 نسمة، وحسب القانون الدولي للبحار يحق لها أن يكون لها جرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة مدام عدد سكانها يتعدى 400 نسمة. بالعودة إلى سؤالك أخي الكريم، اليونان لا تنوي الدخول في حرب مع تركيا، ولكن كما تعلم منذ أسبوعين تقريبا وأكثر القوات اليونانية هي في حالة جاهزية تامة بهدف الرد على أي استفزاز تركي يتخطى الخطوط الحمراء، واليونان هي في موقع المدافع وليس المهاجم. اليونان هي دولة أوروبية تتمسك بالقانون الدولي وبالشرعية الدولية وبقانون البحار والنظم الأوروبية، ولا تخرق القانون الدولي كما يفعل النظام التركي المتمثل بأردوغان الذي أرسل نصف أسطوله البحري إلى منطقة الجرف القاري اليونانية القريبة من كاستولوريزو، وأيضا عبر الاتفاق الغير شرعي الذي أبرمه مع حكومة السراج الليبية والذي يتعدى على السيادة اليونانية. فاليونان هي في كما قلت في موقع المدافع، اليونان تتوقع كل السيناريوهات، وهناك الكثير من الأخبار الكاذبة التي تنشر يوميا في الصحف الأوروبية والأمريكية والغربية، وللأسف في الدول الأوروبية عن احتمال حدوث حرب، أو أن اليونان هي التي تتعدى على تركيا، وأن اليونان تريد أن تحاصر تركيا في المنطقة، وأن اليونان تحولت إلى دولة مماثلة لإسرائيل، كلها أكاذيب. واليوم جاءت أكذوبة أخرى عبر جريدة ديفيلت الألمانية التي ادعت أن أردوغان طلب من الجنرالات الأتراك قصف طائرة F-16 يونانية بإسقاطها أو بإغراق سفينة حربية يونانية من دون أن يكون هناك ضحايا. ولكن ادعاء صحيفة، فإن الجنرالات الأتراك رفضوا هذا السيناريو
وبعد 24 ساعة جاء التكذيب من قبل وزارة الخارجية التركية قبل قليل أن ذلك غير صحيح. إذا هناك مكنة تركية تعمل يوميا عبر بس الأكاذيب ضد اليونان وتذكر اليونان بهزيمتهم في عام 1923، وأيضا الأتراك يذكرون اليونان وأردوغان يوميا بالاتفاقية لوزان التي تنتهي صلاحيتها في عام 2023 قد انتهت، ويطالب أردوغان أيضا بعديد من الجزر اليونانية، وهذا أمر غير ممكن تحقيقه لأنه الحدود السيادية اليونانية معروفة، ولا يحق لأردوغان التدخل في الحقوق السيادية اليونانية. وأيضا نستطيع أن نقول إن اليونان بعد أن وقعت على اتفاقية المناطق الاقتصادية الخالصة مع إيطاليا ومع مصر، يحق لها في المناطق في البحر الأيوني وفي بحر كريت أن تمد حدودها البحرية من 6 أميال إلى 12 ميل. فقط لديها خلاف واحد مع الأتراك، واليونان يعترفون أن هناك خلاف على الجرف القاري فقط، وفي حال لم يتم التوصل نتيجة عبر الحوار الثنائي بين كلا الدولتين، اليونان دعت تركيا للجوء إلى محكمة العدل الدولية. ولكن للتذكير، الأتراك والإسرائيليين هما الدولتين الوحيدتين في العالم اللتان لم توقعا على قانون البحار الدولي. طيب دكتورة هدى، لماذا يخشى النظام التركي مسألة تطبيق قانون عالي البحار على الجزر وعلى تلك المنطقة من البحر المتوسط؟ يعني فلنقل أولا أود أن أعلق على ضيفك من باريس. وأود أن أقول بأنني طبعا أعي بأنه ليس هناك قبرص التركية، ولكن هذا عندما قلت قبرص التركية هو مجاز، بمعنى أن هذه قبرص التي الناطقة بالتركية، وطبعا هي ليست تركية، هويتها ليست تركية ولكنها ناطقة باللغة التركية. ونحن نعلم طبعا بأن كوفي أنان حاول أن يقوم باستفتاء، وهذا الاستفتاء من أجل أن تعود قبرص دولة واحدة. ونحن نعلم بأن القبارصة اليونان، يعني قبرص اليونانية الناطقة باليونانية، هي التي رفضت هذا الموضوع، أن تعود قبرص دولة موحدة، وأن يكون هناك شروط، أن يكون لهم حصة طبعا في الحكم كما كانت قبل 1974. هذا من جهة. من جهة أخرى أود أن أقول، يعني أعود إلى السؤال هو لماذا تركيا؟ طيب أستاذ، لا أعلم كان أستاذ وليد أو أستاذ إلي، أتمنى أن الأراضي الشمالية القدسية هي التركية. نعم. الأمور السياسية تديرها تتحكم بها حكومة أردوغان والحكومات المتعاقبة التركية، وهي تصادر القرار للقبارصة الناطقين بالتركية. طيب. وهذه المنطقة طبعا هناك مشكلة يعني هناك مشكلة بين طيب أستاذ وليد، أستاذ وليد لو تسمح للدكتورة هدى اليوم الدخول في المسألة القبرصية التركية والقبرصية اليونانية. نعم. ولكن نقول بأنه أردوغان اليوم حاول ويحاول أن يصادر طبعا القرار القبرصي الناطق باللغة التركية، ولكن اليوم ماذا يريد أردوغان؟ أردوغان يريد اليوم أن يكون له حصة في المتوسط. هو التف من الغاز، وهو التف على اليونان وعلى الاتفاق الذي جرى بين قبرص وبين اليونان وبين مصر وبين إيطاليا. التف عليه عندما ذهب إلى ليبيا وعقد الاتفاق مع السراج. لذلك اليوم هو يقول بأنه هو يريد حصته، ولكن يبدو بأنه أوروبا تقول له، وبالتحديد فرنسا تقول له، أنه لا يحق لك أن تقوم بهذا الموضوع، وأن تبحث أن تقوم بالتنقيب. لذلك اليوم أعتقد بأنه أردوغان لا زال مصرا، وهذا الإصرار هو إصرار لكي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية وتتدخل في هذا الموضوع، ولكي تعيد النظر في بعض الاتفاقات الإسرائيلية.
نعم أستاذ إليحات، كنا نتحدث عن أستاذ وليد. أنا راح أجي لعندك في معنى ضيف آخر الأستاذ إيلي، يعني حتى تكون الحلقة عادلة بمسألة توزيع الأدوار والوقت بينكما. أستاذ إيلي حاتم، يعني مسألة سر غياب واشنطن كنا نتحدث ونتساءل عن هذا الغياب، ولكن يعني هي مباشرة اتخذت قرار جريء جدا بمسألة رفع حظر السلاح على قبرص، كيف يفهم هذا الأمر؟ يجب أن نعلم ما هي وكيف تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية عامة في القضايا الدولية، وخاصة في خلال عهد الرئيس دونالد ترامب. فهناك سياستين للولايات المتحدة الأمريكية، هناك السياسة الظاهرية الخارجية الرسمية، وهناك السياسات الأخرى التي هي وراء الصورة، والتي هي تتلاعب وتتحكم بواسطة أجهزة المخابرات وبواسطة الدعم أو في بعض الأوقات لبعض الأفكار ولبعض القضايا بصورة متناقضة جدا مع ما تقوم به وما تقوله من الناحية الرسمية. أعطيتكم المثل في 1974 عندما قامت الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الضباط لكي يقوموا في الانقلاب في قبرص، والذين كانوا مدعومين من الولايات المتحدة الأمريكية، وفي الوقت نفسه دعمت تركيا للتدخل في قبرص ولاحتلال شمالها. وهذا ما تقوم به اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، والطلب بحظر الأسلحة عن قبرص. فهذا يمثل أيضا التدخلات الأمريكية الآن. ولكن يجب أن نعلم أن هناك صعوبة اليوم في اتخاذ القرار الرسمي أو الخارجي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية الذي يقوم به أو رئيس الجمهورية أو ما نحن نسميه بوزير الخارجية، أي الذي هو يمثل الحكومة في العلاقات الخارجية. ولماذا؟ لأن هناك الانتخابات الأمريكية التي تحصل قريبا، ولا يريد دونالد ترامب إساءة إلى الرأي العام، إساءة إلى وجهه بالنسبة للرأي العام، وأن يخسر الانتخابات الرئاسية. وهذا ما يفسر هذه التناقضات في السياسة الأمريكية، وهذا التلاعب في طريقة تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية في المشكلة في شرق البحر الأبيض المتوسط. أستاذ وليد إلياس، المنبر لك، تفضل تعقيب لك. اولا للدكتورة اود ان اقول لها ان اليونان والاتحاد الاوروبي والمجتمع الدولي يريد ايجاد حل وسط لترسيم مناطق القضية الخالطة المتداخلة بين اليونان ومصر وقبرص وتركيا وايطاليا وغيرها من الدول. وكما تعلمين سيدتي، بالاتفاقية التي عقدها أردوغان مع السراج، قد يستطيع أي أحد كان أن يوقع على اتفاقية وأن يقول هذه هي حدوده البحرية وأن يلجأ إلى الأمم المتحدة. ولكن حسب القانون الدولي وقانون البحار، هذا لا يعني أن هذه المنطقة هي تحق له. فاليونان مثلا بعد أيام وزير الخارجية الثاني نيكولاس دندياس، الخارجية المصري السيد سامح شكري، سوف يتوجهان إلى المتحدة للاجتماع مع الأمين العام المتحدة غوتاريش لوضع الاتفاقية الترسيم بين مصر واليونان بوضعها في الأمم المتحدة، وأيضا بين إيطاليا واليونان. وكذلك اليونان لديها حدود مع ألبانيا، واليونان لديها حدود مع قبرص. وللأسف حتى تاريخها اليونان لم ترسم حدودها مع قبرص، وأجلت مشكلة كاستولوريزو. لكي تعلمين سيدتي أن مشكلة كاستولوريزو هي المشكلة الأساسية في ترسيم الحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجدف القاري بين مصر واليونان وقبرص وتركيا، لأنه في حال الترسيم بين قبرص ومصر واليونان، تركيا ليس لها حقوق، والعكس صحيح.
فإذا المشكلة يجب حلها عبر الحوار الهادئ وليس عبر الاستفزازات وليس عبر التهديد وليس عبر بس الأكاذيب وبس الدعاية السياسية عبر وسائل الإعلام التركية الناطقة بالعربية واليونانية وغيرها باللغات لكي تذكر الأتراك بأنهم إلا اليونانيين خسروا الحرب. اليونانيين خسروا الحرب حينها في عام 1923 بسبب المشروع البريطاني وليس بسبب قلة ميزان القوة اليونانية. واليونان لا تريد الحرب، اليونان لا تريد أن تدخل في حرب مع أي قوة موجودة. طيب أستاذ وليد الياس، يعني طرحك كثير مهم، خليني أسألك سؤال. يعني في ظل وجود نظام كأردوغان يدعم التنظيمات الإرهابية ولديه نوازع احتلالية وتوسعية، يعني يظهر خريطة ما يسمى بتركيا الكبرى، يعني ماخذ نص بلغاريا وكل تلك المنطقة، أكيد حضرتك شفت الخريطة، كيف يتوقع أن يكون هناك سلام في ظل هذه العربدة التركية في المتوسط؟ وللأسف ممكن أن يكون هناك سلام في حال القوى الدولية المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا اتفقا على توزيع المنطقة وخصوصا في منطقة الشرق البحر الأبيض المتوسط وشرق المتوسط، لأن أردوغان تحركاته في المنطقة هي بغطاء أمريكي واضح. أردوغان هو صديق دونالد ترامب. أردوغان حسب تصريح جيفري فيلتمان السفير الأمريكي السابق والمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يقول بالحرف الواحد قبل أيام أن الولايات المتحدة الأمريكية والنظام التركي، وليس ولم يقل النظام التركي، أنا أقول النظام التركي، يتعاونان خير التعاون في إدلب، وهذا ما يكشف التعاون التركي وليس فقط في موضوع اليونان. هناك تعاون في ليبيا، هناك تعاون في كل المنطقة. عندما كمحللين حذرنا من الدور التركي في ليبيا، الاتحاد الأوروبي كان يناقش حتى تاريخه ماذا سيفعل مقابل تركيا من دون أن يفعل أي طيب. شيء. ولكن أردوغان لديه تطلبات عالمية، يريد عالمية، يريد أن يكون قوة إقليمية وليس قوة إقليمية، يريد أن يكون الرقم السادس في مجلس الأمن الدولي، يريد أن يكون الناطق باسم الإخوان المسلمين، يريد أن يكون الناطق باسم الطائفة السنية الشريفة. طيب. يريد أن ينصب نفسه خليفة في ليبيا على دولة الإخوان المسلمين في عام 2022. هذا هو هدف أردوغان. طيب. ولكن أردوغان فتح جبهات عدة وفي النهاية سيخسر. طيب. في النهاية سوف يتراجع الاقتصاد التركي وسيعاني الكثير. وأردوغان هو وكيل الولايات المتحدة في المنطقة. طيب دكتورة هدى، يعني السؤال الكبير هو مسألة سؤال ذا شقين، خليني أسألك هالمرة، هل يمكن أن يحدث أي تغيير للموازين مسألة رفع حظر السلاح عن قبرص، وأيضا مسألة التلويح بعصا العقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي، هل سيفلح ضد سياسة أنقرة أم ماذا؟ يعني أعتقد اليوم بأنه ألمانيا تلعب دورا كبيرا في هذا الموضوع، وطبعا ألمانيا تستطيع أن تؤثر على موقف أردوغان، لأن ألمانيا طبعا هي لديها استثمارات كبيرة في تركيا، وأيضا لديها استثمارات اقتصادية. صحيح أن أردوغان يحاول أن يؤثر عليها في الداخل، ولكن هذا التأثير الداخلي ليس ذو شأن كبير، ولكن هي تراهن على أن أردوغان سوف يتعقل. ولكن المشكلة هي في الدعم الأمريكي لأردوغان. طبعا الدعم الأمريكي هو يستدر هذا الدعم الأمريكي، وأيضا هذا الدعم الأمريكي الدائم لأردوغان في غيه، إن كان في إدلب. ولا ننسى أنه التقى جيمس جيفري منذ فترة، ويعني الأسبوع الماضي، وكان اللقاء حول سوريا، حول ليبيا، وأيضا حول المتوسط. السؤال هو هل فعلا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون الاتحاد الأوروبي وأن تكون أوروبا هي من يتولى أمن المتوسط على الصعيد الاقتصادي، على الصعيد السياسي، على الصعيد الثقافي، أم أنها هي من تريد أن تمسك هذه المنطقة وهي من تديرها، وهي أيضا من تدير غاز المتوسط؟ لذلك السؤال هو ليس إذا كان أردوغان يقوم بهذه العربدة أو أنه يقوم بهذا الإعلام الشديد اللهجة ضد
ضد اليونان، ولكن عندما نقول ضد اليونان، اليونان هي عضو في 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 الاتحاد الأوروبي، فهو يقوم أيضا بالهجوم على الاتحاد الأوروبي. لذلك اليوم الصراع هو بين الاتحاد الأوروبي وبين الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خفي، وهذا الشكل الظاهر من الصراع هو ما يقوم به أردوغان. ولا ننسى أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني إن كانت تريد أن تثني رجب طيب أردوغان هي تستطيع ذلك، ولكن يبدو بأنها تريد البحث في مسألة الجرف القاري معه، ولا أدري ما هي الغاية إن كان إعطاؤه أو إرضاؤه بحصة في هذه في شرق المتوسط أم لا. أستاذ إيلي، في ظل هذه العناوين الكثيرة، هل يمضي الأوروبيون على طريق فرض العقوبات الاقتصادية على تركيا، أم سيكون هناك دور وسيط مرة أخرى من قبل ألمانيا في هذه المسألة أيضا؟ أنا أعتقد أن ما قلناه هذه الأمسية مهم جدا، أن هي كل شيء يتعلق في الولايات المتحدة الأمريكية، فالقرارات داخل الاتحاد الأوروبي تتعلق ب ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية، وسأفسر لكم كيف ذلك. أولا، حتى ولو بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي لم تخرج نهائيا، لأنها حتى الآن هي عضو في الاتحاد الأوروبي، وهي لديها تبعية للولايات المتحدة الأمريكية. كذلك ألمانيا، بينما فرنسا مثلا هي الوحيدة التي تطالب بهذه العقوبات ضد تركيا. فما تفعله اليوم الولايات المتحدة الأمريكية، فهي تستعمل هذه المسألة وتستعمل سيطرتها على نظام أردوغان وعلى أردوغان شخصيا، لأنه نحن نعلم كيف تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية بواسطة وسائلها المخابراتية استعمال السيد فتحلة جولاند مثلا في الولايات المتحدة، وإقامة ضغط على أردوغان في تركيا، والذي يقرر العقوبات ليس الاتحاد الأوروبي ولكن الولايات المتحدة الأمريكية، مستعملة الأمم المتحدة. فأظن أن كل هذه المسألة لكي تثبت النتائج، وما هي هذه النتائج، هي إفراط الاتحاد الأوروبي والنظر إليه بأنه هو عاجز أن يقوم بسياسة خارجية. وللأسف هذا ما نشاهده ليس فقط في هذه القضية، بل في قضايا أخرى، وفي قضايا سياسية أو غير، في القضايا الصحية مثلا. فلذلك إيطاليا كانت تطالب في أزمة الكورونا أن تخرج أو تنسحب من الاتحاد الأوروبي، الذي ليس كما كان منذ 10 أو 20 عاما عندما قيم في هذه الاتحاد. كذلك أنا أظن أن الدور الذي ستلعبه فرنسا في هذه القضية وفي إضعاف النظام الأردوغاني هو أن تضع يدها مع القوى الأخرى، مثلا روسيا التي نعرف نحن أنها تلعب الوسيط، وأظن أن روسيا هي البلد الوحيد الذي يستطيع أن يقوم بالوساطة في هذه المسألة، نسبة إلى علاقتها التي ليست هي بالعاطلة جدا، حتى ولو كانت هناك مشاكل حول المسألة الليبية. وتستطيع أعتقد روسيا وخاصة السيد بوغدانوف أن يقوم بهذا الدور، أي دور الوساطة، أو حتى أيضا السيد ألكسندر دوكين الذي لديه علاقة باليونان وبتركيا مع بعضهما. أستاذ وليد، في ظل صراع العروش في الشرق المتوسط، لماذا تخشى أوروبا من حدوث نزاع تركي يوناني؟ أوروبا يا عزيزي، أوروبا هناك وجهات نظر مختلفة داخل الاتحاد الأوروبي، ولدي توصيف للاتحاد الأوروبي منذ سنوات أقول الاتحاد الأوروبي يشبه منظمة الصليب الأحمر الدولية أو الهلال الأحمر عندنا في الدول العربية. هو للدفع الأموال لنتيجة السياسة لسياسة الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، يعني هو الوكيل الذي يدفع. وكي لا ننسى الاتحاد الأوروبي دفع أكثر من 7
مليار لأردوغان لكي يوقف تدفق اللاجئين أو المهاجرين إلى الدول الاتحاد الأوروبي. وكي لا ننسى أنه قبل أشهر أردوغان قبل اقتحام الحدود اليونانية أي الحدود الأوروبية لقد استخدم هذه الورقة كضغط. وكما تعلم سيد الكريم هناك تباين بالرأي بين التوجهات الفرنسية والألمانية، وإن كان يلتقي الجانبان على أمر واحد وعبر عنه نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريت سكيناس وهو مفوض يوناني، إن في نهاية هذا الشهر إذا لم يرضخ أردوغان للدعوات للحوار يعني لكي يسحب أسطوله البحري ويسحب سفينة المسح الزلزالي من المياه الجرف القاري اليوناني والجلوس على طاولة المفاوضات، ستكون هناك عقوبات. ولم يفصح عن هذه العقوبات وقال بالكلمة بالعربي الفصيح أن العقوبات ستكون مؤلمة، وحسب المعلومات الصحفية المتوفرة لدي فإن العقوبات ستطال شركة النفط التركية، وهذه العقوبات ستؤثر على شركة النفط التركية لأن لن يحق لها شراء المعدات من الدول الاتحاد الأوروبي. والألمان يلعبون دور الدبلوماسي، ألمانيا كما ذكرت الدكتورة الفاضلة من باريس من هي الدولة الوحيدة التي لديها العديد من المصالح الاقتصادية في تركيا، ولكن بنهاية المطاف مهما وصلنا لن نصل إلى معنى الحرب التقليدية بين اليونان وتركيا أو بين تركيا واليونان أو تركيا ودول الاتحاد الأوروبي كما يحاول البعض الإشاعة، كما قال قائد الأسطول الحربي التركي المتقاعد قبل قليل أن القوات التركية تستطيع أن تستولي خلال يومين على حاملة الطائرات الفرنسية شارل دو غول التي أرسلها ماكرون يوم أمس إلى الشرق المتوسط، وعلى متنها 38 طائرة ترافال المتطورة جدا وهي من شبيهة بالF 35، وأيضا هناك غواصات موجودة فرنسية غير مرئية في قعر البحر، وهناك سفن ترافق هذه الحاملة. وأيضا أستطيع أن أكشف لك وليس سرا أن اليونان لديها أيضا غواصات قادرة في أي وقت كان أن تتدخل. فالموضوع لن يكون هناك حرب تقليدية، لأن الحرب التقليدية بحاجة لموافقة دولية وخصيصا الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا الأمر غير وارد. وقبل قليل وزير خارجية أمريكا بومبيو أدلى بتصريح وتصريح لا ينصف اليونان، ودعا اليونان وتركيا لتخفيض مستوى التوتر بينهما وللجلوس على طاولة المفاوضات. أقول لك حتى حلف الناتو لم يتدخل في هذا الأمر، لا نستطيع أن نتغاضى أن اليونان وتركيا هما حليفين في حلف الناتو. وايضا المضحك ايضا والمبكي ان الولايات المتحده الامريكيه يوما تكون مع اليونان ويوما تكون مع تركيا، قبل ايام اجرت مناورات مع القوات البحريه اليونانيه، وفي اليوم التالي نفس السفينه روزفلت الحامله الطائرات اجرت مناورات ايضا مع القوات البحريه التركيه. يعني صحيح مشهد معقد. نعم جرت مناورات بمشاركة اليونان والأتراك حبر الناتو وهم حلفاء، ولا نستطيع أن نتغاضى أيضا قبل 8 سنوات تصريح وزير خارجية اليوناني حينها أفراموبولوس حينما قال إذا تعرضت حليفتنا تركيا لأي مخاطر في سوريا فنحن إلى جانب تركيا. فهذا الحديث كان قبل 8 سنوات. الآن فهمت اليونان المشاريع التوسعية التركية، والموضوع سهل جدا في حال تدخل الدبلوماسية والعسكر رجع إلى قواعده، وهو عبر الحوار بين الدول وإيجاد الحدود المنصفة لكل دولة. فلا أقول أنا ولا يقول أحد في اليونان أن تركيا إذا كان لديها حقوق وفقا للقانون الدولي وقانون البحار ألا تنالها. طيب. ولكن المشاريع التوسعية التركية التي تريد أن تحاصر الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي، تريد أن تستخدم
أوراق الإرهاب والتطرف المنظمات المتطرفة الإسلامية للضغط على الاتحاد الأوروبي للنيل حقوق أكثر، وهذا لن يحدث. طيب أستاذ وليد، خليني أروح لعند دكتورة هدى بدقيقتين. دكتورة هدى لو سمحتي وتكرمتي، يعني الأستاذ وليد طرح علينا معلومات عقد المشهد أكثر ما هو معقد حقيقة. بدي أسألك، يعني في ظل كل هذا الأمر، ماذا في يد أنقرة للرد على أي عمل عسكري أو هجوم لو في حال لو تم هذا الأمر، يعني الذهاب إلى مواجهة مباشرة؟ أولا لا أعتقد أنه سيكون هناك هجوما على أنقرة، لأنه الذي يقوم بالهجوم هي أنقرة، يعني أنقرة هي التي بدأت بالتنقيب، وأنقرة تعلم تماما أن هناك اتفاقيات وهي تحاول اليوم نقض هذه الاتفاقيات بوجودها في 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 المتوسط. لذلك لا أعتقد أنه سيكون هجوما على أنقرة، ولكن أعتقد بأنه ما تقوم به فرنسا وما تقوم به يعني ما تقوم به فرنسا للدفاع عن 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 عن, عن, عن اليونان وللدفاع عن اتفاقيات موجودة هو مسألة يعني فلنقل شرعية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي، ولكن فرنسا تريد أن تقول لتركيا بهذا الموضوع أنه لا يحق لك التوسع على حسابنا. هذه يعني هذه نقطة أولى. ثاني نقطة هي أنه أن تركيا، صحيح تعودنا على رجب طيب أردوغان وتعودنا على تركيا بأنها تعلي الصوت دائما وبأنها تحاول البحث عن المشاكل وتعلي صوتها دائما وأيضا تحاول الهجوم، ولكن عندما يقع الهجوم فعليا نراها يعني تتردد ونراها تطالب بأن يكون هناك طاولة مستديرة لكي يكون هناك حوار. هي تقول أنها يجب أن تريد أن تحاور اليونان ولا تريد أن تحاور فرنسا أو أي دولة أخرى، بل أن تتحاور مع اليونان. لذلك اليوم نرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تطالب اليونان وتقول لها بأنك يجب أن تجلسي أنت وتركيا من أجل الحوار. فإذا رأينا كيف الولايات المتحدة الأمريكية تحاول تارة أن تقف مع هذا وتارة أن تقف مع ذاك، ولكن في النهاية هناك مفاوضات يجب أن تقوم من أجل الجرف القاري. نعم أستاذ إيلي، بدقيقة واحدة تعقيب أخير منك على كل ما ورد في الحلقة. لم أسمعك عفوا. تعقيب أخير منك على كل ما ورد في الحلقة بدقيقة لو تكرمت. بالطبع أنا أعتقد أن كل ما يحصل هو فقط تصعيد سياسي، ولا أعتقد أنه ستكون هناك حرب عسكرية على الأرض، وهذه التصعيدات ستكون لها نتائج سياسية وقيمة على الاتحاد الأوروبي لتفكيك الاتحاد الأوروبي أولا. ثانيا كما قلنا في هذه الحلقة أن كل شيء يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، فأعتقد إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية توقيف هذا التصعيد فهي ستضغط على تركيا لكي تقف على ما تقوم به في هذه المنطقة. ولكن حتى بالنسبة لفرنسا، فرنسا نحن نعلم أنها تصرح دائما وتقوم ببعض هذه الأمور على الأرض، ولكن لا أستطيع أن أجزم أن فرنسا ستتدخل، خاصة ولديها مشاكل أكثر، خاصة اليوم ما يحدث في مالي، فلا تستطيع أن تفتح جبهة في مالي، جبهة أخرى في الشرق المتوسط، ولديها داخليا مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية كبيرة أيضا. أستاذ وليد الياس ضيفي من أثينا، بدقيقة واحدة تعقيب أخير منك على كل موردة في حلقة. تعقيبا على رأي الضيف الكريم، إيمانويل ماكرون يعي جيدا الدور الفرنسي المتطور جدا في هذه الأيام، بعد أن كان بعد تطلعاته لكي يرس أنجيلا ميركل وزعمتها في الاتحاد الأوروبي، وماكرون أيضا هو يقف إلى جانب اليونان ليس فقط دفاعا عن اليونان ولكن دفاعا عن مصالح فرنسا في الشرق المتوسط. ولا ننسى أيضا الرأي الفرنسي في موضوع لبنان بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت، فماكرون حذر القيادات السياسية اللبنانية من الدور التركي المتطلع حتى في لبنان، وأقفل الباب بوجه أردوغان وتطلعاته في لبنان، لأن أردوغان يريد أن ينال
وأن يكون يمثل للإخوان المسلمين في كافة الدول العربية. وبعد أن تلقى الصفا في مصر، وبعد أن تلقى الصفا أيضا في ليبيا، وبعد أن تلقى الصفا في سوريا، لأنه أراد أيضا أن يوكل الإخوان المسلمين لكي يحكموا سوريا، يحاول أردوغان أن يأكل من الجبنة في منطقة الشرق المتوسط. وللأسف هناك غطاء دولي معطل له، وهناك تنافس في الأدوار بينه وبين دولة إسرائيل في المنطقة. وبالرغم من العداء الذي يقول بتصاريح، هناك علاقات عسكرية بين الدولتين، وهناك دور أمريكي هو المظلة، وقد يستخدم. نكتفي بهذا القدر. نعم، ضيفي من أثينا أستاذ وليد الياس، صحفي مختص في الشؤون اليونانية وقضايا الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك على تلبية الدعوة على كل كلام القيم. وشكرا لك ضيفي من باريس أستاذ إيلي حاتم، باحث متخصص في العلاقات الدولية وعضو قيادي في الحركة الوطنية الفرنسية، على تلبية الدعوة على كل الإضاءات. وشكرا لك ضيفتي من بيروت دكتورة هدى رزق، باحثة في علم الاجتماع السياسي ومتخصصة في الشأن التركي، على تلبية الدعوة على كل الإضاءات التي نرتبها الطاولة المستديرة. شكرا عظيم لكم مشاهدينا، دمتم بخير، إلى اللقاء.